فنان التفاهات يتعسف على النادي الافريقي بطريقه مخجله ومخجله جدا. تمنيت السيد اللي يدعي اللي هو فنان كان عنده ضوابط، كان عنده شويه من الاخلاق ويحترم مدرسه تربويه، مدرسه في النضال، مدرسه في الرياضه التونسيه على مر الازمان. النادي الافريقي ما نتصورش باش تتاثر من حق جماهيره وباش تتالم من التفاهات نتاع الشبه الفنان هذا كان يتكلم، لكن للاسف انا اللي يوجعني اكثر السيد المنشط العبقري اللي قاعد يقدم، اللي دخلنا قله الحياه لديارنا بالسيف، اللي دخلنا الفجور والفسوق والفساد الاخلاقي لديارنا بالسيف، يتشاطروا ويتواطى معاها بطريقه الضحك باش يمس جمهور النادي الافريقي ويدخل لعائلات النادي الافريقي علوه بطريقه للاسف اش باش نقول الزوزه ذوما ما يشرفوش الفن في تونس، ما يشرفوش التقديم التلفزي في تونس، لانه السيد لطفي العبدلي الاختصاص في شبه فنان وشبه راقص تحول بقدره قادر الى مقدم تلفزي، ودخلنا نقولها دخلنا الفجور والفسوق والفساد والغشه وقله الحياه لديارنا. وهنا نتمنى أصحاب القرار في قناة التاسعة يرفعوا ورقة حمراء ويوقفوا النزيف هذا عند حده، لأنه جمهور النادي الإفريقي أكبر من السفاسف ومن السخافات القاعدين نشوفوا فيها من أشباه الفنانين وأشباه الممثلين القاعدين نشوفوا. ما تحياتي واحترامي للممثلين وللممثلين الشرفاء والنظاف والنزهاء، ورسالة لسمير الوافي الإعلامي ما تدخلش روحك في المتاهات أخرى وطبي أخرى في علة حرية التعبير. هو غلط السيد هذا ولو أنه اعتذر، لكن الاعتذار بعد فوات الأوان. نقولوا عيب المنير الترودي، عيب لطفي العبدلي، وعيب السمير الوافي اللي حب يعمل فيها بطولة وحير اسمه عن النادي الإفريقي. النادي الإفريقي مانيش المحامي نتاعو، أما حتى واحد ما حير اسمه بالنادي الإفريقي.